جهود أمنية تصدي الحاسم لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية. فقد أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن عن ضبط أكثر من 54 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة وكفر الشيخ وبني سويف، وضبط قرابة 25 طن دقيق أبيض قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية ومخاب السياحية بالجيزة والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط قرابة 189 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة عدد من مسؤولي المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، قاموا بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها، وضبط قرابة 137 طن مواد غذائية متنوعة فضلا عن نحو 76 ألف عبوة زيت طعام بالمنوفية والقليوبية والشرقية والجيزة والقاهرة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 25 طن سكر تموني بحوزة مالك محل بدال تموني بدمياط ومخصصة على البطاقات التمونية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 55 طن مواد بناء قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء بسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط 22 طن أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية والمنوفية بهدف بيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 127 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية، وضبط 40 طن ملح طعام وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق وذلك بمصنعين لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بالمنوفية. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والمنوفية، وضبط قرابة 50 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية وبني سويف والقاهرة والجيزة. كما تمكنت من ضبط 40 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة قائد سيارة بالفيوم.